أبو حنيفة دخل على الإمام الصادق عليه السلام، شاف موسى بن جعفر طفل ده يصلي، وشاف الناس يمرون من قدامه. ما ادري انتوا رايحين مكه ومدينه، اخواننا من يوقف الى الصلاه ما يخليك تموت قدامه، ما يخليك. احيانا بالصلاه ويتعارك اندبته. ليش بابا؟ يقول انت تحول بيني وبين الله سبحانه وتعالى. شوف العقليه. ابو حنيفه من شاف موسى بن جعفر الطفل الصغير يصلي والناس يمرون قدامه، اجى الى الامام الصادق عليه السلام، قال يا ابا عبد الله هذا ابنك قاعد يصلي والناس يمرون من قدامه وما يمنعهم. قال اسئله اله. اجى قال يا ابا الحسن انت ليش تخلي الناس يمرون من قدامك؟ قالوا ليش امنعهم؟ قال مو هذول يحوذون بينك وبين الله. قال هذول يحولون بيني وبين الله، إن ربي أقرب إلي منهم. قال شلون؟ قرأ له هاي الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا عقليته وهاي عقليته، ما حد يحول بيننا وبين الله، الله سبحانه وتعالى معنا. إذا أنت نايم بالفراش الله وياك، بالسيارة الله وياك، بالطيارة الله وياك، بالمسجد الله وياك، مع بالك الله مو يمك، ما يسمعك؟ قل نعم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم.